السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة المرابطون وتتابعون فيها. الرئيس الموريتاني يؤدي زيارة إلى باماكو وحديث عن تصدر الأزمة المالية ملف الزيارة. الحزب الموريتاني للتجديد والوئام ينتقد قرار المنتدى الوطني مقاطعة الانتخابات الرئاسية ويقول إنه لا يوجد مبرر مقنع لذلك. وفي الرياضة تتابعون الجولة الثانية من مباريات المرحلة الأخيرة من الدوري الوطني، تفرغ زينة يواجه الكدية ونادي الحرس يلتقي تججة. أهلا بكم. أدى الرئيس الموريتاني الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي محمد العبد العزيز زيارة إلى جمهورية مالي، تقول بعض وسائل الإعلام إنها لم يكن معلنا عنها من قبل. هذا ومن المقرر أن يلتقي العبد العزيز في زيارته الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا وبعض المسؤولين الماليين لبحث القضايا المرتبطة بالأزمة التي تشهدها مالي هذه الأيام. وكان العبد العزيز قد ترأس في العاصمة الرواندية كيغالي افتتاح المؤتمر 49 لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. قال رئيس الحزب الموريتاني للتجديد والوئام مولاي الحسن والجيد إن حزبه يأسف لمقاطعة أحزاب منتدى الديمقراطية والوحدة للاستحقاقات الرئاسية المزمع تنظيمها في 21 من شهر يونيو. وأضاف مولاي الجيد خلال ندوة صحفية نظمها حزبه بنواكشوط أنه لا يوجد مبرر مقنع لمقاطعة الانتخابات، وأن الحزب الموريتاني للتجديد كان من بين الأحزاب التي لها تاريخ في المشاركة في الانتخابات بموريتانيا، لكنه اليوم لم يترشح لأن برنامج الرئيس الموريتاني يعبر عن طموحاته على حد تعبيره. من حيث المبدأ احنا كحزب سياسي وأنا كرئيس حزب وكرجل ديمقراطي، المقاطعة دائما سلبية، ما عندها أي مبرر للحزب السياسي. أي حزب سياسي قاطع الانتخابات لا يعود تأثير المقاطعة سلبي عليه هو، ولا هو على الأنظمة ولا هو على البلاد، سلبي لا عليه هو. أنا باقي فيه لأن زملاء في بعض من أحزاب المعارضة قاطعوا هذه الانتخابات، وبقى فيه من ذاك مقاطعتهم للانتخابات اللي سبقت هذا. ولا شك أعلن حسب تصوري يعني أعلن مقاطعة هذه الأحزاب لهذه الانتخابات الرئاسية لا امتداد المقاطعة الأولى به اللي راح نقول لكم. هو حزب سياسي ما شارك في انتخابات البلدية والنيابية اللي هي اللي لاهي تمكن له التمويل، وهي اللي لاهي تعدله موجود في الساحة البرلمانية مجالس البلدية، حزب ما شارك فيهم انتخابات رئاسية ما هو قايس بشي، ويعرف انه ما هو قايس بشي. اجرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الهابا اجتماعا مع ممثلي وسائل الاعلام السمعيات البصرية الخاصة في موريتانيا، وذلك من اجل اقرار الاجراءات العملية المتعلقة بتغطية حملة الانتخابات الرئاسية. وقد التزم ممثل وسائل الإعلام الخاصة خلال الاجتماع بتوفير فرص متكافئة من حيث التغطية لمختلف المتنافسين في الانتخابات، كما التزموا بالتنسيق الدائم والوثيق مع السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية طيلة فترة الحملة الانتخابية. الهدف من هذا الاجتماع هو تذكير القائمين على المؤسسات الإعلامية الخصوصية بضرورة احترام القوانين والنظم في الجمهورية الإسلامية الموريتانية من ناحية، وخاصة ضرورة توفير فرص متكافئة للمترشحين المتنافسين في استحقاقات انتخاب رئيس الجمهورية يومي 21 يونيو 2014 و 5 يوليو 2014. وتم الاتفاق على توقيع إعلان مبادئ التزم بموجبه هذا الجمع باحترام وضرورة احترام جميع المبادئ والقوانين المتعلقة. وفي هذه الإطار ستوقع السلطة العليا للسمعيات البصرية قرار هو المرجعية وهو القانون والإطار القانوني للحملة الانتخابية الإعلامية في بلدنا العزيز. طالب العشرات من ذوي السجناء السلفيين في وقفة نظموها أمام السجن المدني بنواكشوط، طالبوا السلطات الموريتانية بالكشف عن مكان اعتقال أبنائهم والسماح لهم بزيارتهم،
كما طالبوا بضرورة خضوعهم للفحوصات الطبية اللازمة. هذه الوقفة معدرينها مطالبين برجوع أولادنا، وفي نفس الوقت هي الذكرى الثالثة لاختفائهم. هذا الاختفاء القسري اللي موريتاني مسيني أعلنها ما تعدلوا، نحن أولادنا اللي هم 3 سنوات فيه كانوا 14 وجاوا منهم 4، ولا ذكروا شي زين عن أصحابهم اللي جاوا من عندهم. وثانيا العاشر جابوه يا واجعة، جابوهن لا ذات رتحم بعد يومين من رحمته، وبعد يومين هون في ذا الطب، بعد يومين هون في الطب حد انهم اعطاوهن. سمعت وهذا الشيء عندنا ولا هو زين عندنا ولا زين عندنا المعدل انه من قله شوفتهم ومن قله زيارتهم. وثانيا ذو اصحابهم ذو اللي جاوا ذاكروا شي من احوالهم من قله التمان وكنت خالق لهم وقله الافتيح عنهم وقله المذاق وقله الصحابات اللي باد عليهم كاملين، قلت الصحة اللي باد عليهم كاملين، والمال يشربوا ملح مالح حتى نحن عندنا نضطر نتم ونمشوا لهم فيها هون اتياها الرسائل قاع مالهم ياسر مفتحوا لهم الله 5 أشهر والله ياك مفتحوا لهم وهي 3 سنوات. معناها عنهم الساعة اللي مفتحوا لهم الرسائل هم مازالوا مرضى، معناها عنهم ايش كاننا بتحالهم قاع سابق ذا يحكم اعظم. وهذا ضركاتي نعرفوا عنه ما ترينا قاعدين نتحملوه، ما كنا قاعدين نتحملوه الا لطف مولانا يا غير نعرفوا عنه متين علينا ومتين علينا ومتين علينا. تخلد موريتانيا على غرار عدد من بلدان العالم هذه الأيام اليوم العالمي للتنوع الثقافي في تظاهرة ثقافية تدوم 3 أيام يتم خلالها عرض بعض أوجه وجوانب الثقافة الموريتانية. المزيد من التفاصيل نتابعه في التقرير التالي. في اليوم الأول من أيام التنوع الثقافي المنظم من طرف وزارة الثقافة والشباب والرياضة، التف جمع من ساسة الدولة ومثقفيها وبعض الجاليات العربية بالإضافة لبعض مكونات المجتمع الموريتاني جنبا إلى جنب في احتفالية تحت عنوان تنوعنا عماد وحدتنا. بدأت الفعاليات بقراءة الفاتحة على روح فقيد الأدب الحساني الأستاذ يبا المختار والشغالي رحمه الله. وباسم الأسرة الثقافية والفنية والأدبية نختار نرفع تعازينا القلبية لأسرة الشغالي بمناسبة رحيل فقيد الفن والأدب الأستاذ يبا المختار والشغالي اللي غادرنا اليوم للأسف. وبهيك المناسبة طالبة من الجميع يقرأوا الفاتحة على روح الفقيد. هذه المناسبة تأتي في إطار تخليد موريتانيا لليوم العالمي للتنوع الثقافي، حيث كانت فرصة لاستعراض بعض أنواع وأوجه الثقافة والتراث الموريتانيين. يسعدني أن أكون معكم هنا وبلادنا تخلد اليوم العالمي للتنوع الثقافي بظروف ينعم بها الشعب الموريتاني بالتآخي والرغبة الصادقة في التلاقي والاطلاع المتبادل على مكوناتنا الثقافية الثرية المتميزة بنكهة خاصة. تتحول معها هذه المناسبة إلى فرصة سانحة لاستعراض شتى أوجه الثقافة الوطنية وتتفيأ بها الجميع ظلال الإحساس العارم بالوحدة الوطنية. يشكل الأدب الموريتاني أحد رموز الوطن على مر التاريخ بعيدا عن الانتماءات القبلية والعرقية وغيرها، كما أن بلاد شنقيط عرفت بالإسلام وهو أحد مقوماتها الثقافية المعتمدة. نظم نادي جمعية الأدب الموريتاني ندوة ثقافية بنواكشوط لنقاش ديوان بوح البوادي للشاعر الكويتي عبد العزيز سعود البابطين. الندوة التي شارك فيها عدد من الأساتذة الجامعيين والمهتمين بالأدب قدمت خلالها قراءة في ديوان الشاعر، كما تخللتها بعض الآراء التقييمية والنقدية للديوان. نخصصها لشخصية عربية كويتية، شاعر كبير له أيادي بيضاء على الثقافة العربية وصاحب معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين اللي يضم آلاف الشعراء من بينهم 50 شاعر موريتاني لأول مرة، ومعجم البابطين للشعراء العربية في القرنين 19 اللي يتضمن مئات الشعراء الموريتانيين إضافة إلى آلاف الشعراء العرب، وله أيضا هيئات أخرى ثقافية وجوائز عربية عريقة، وله مركز الترجمة. والهدف هو دراسة ديواني بوح البوادي إحساسا بقيمته الإبداعية وتقديرا
لهذا المفكر وهذا الشاعر المتميز الذي حرص على أن ينفض الغبار عن الشعر العربي وينشره ويحقق عشرات المدونات الشعر العربية، أبو فراس الحمداني إلياء أبو ماضي وكثير من الشعراء، محمود سامي البارودي وغيرهم. رياضيا في هذه النشرة، تشهد الجولة الثانية من مباريات المرحلة الأخيرة من الدوري الوطني الممتاز صراعا قويا عندما يصطدم نادي تبرغ زينة بالكدية في الملعب المحلي بزويرات، ويواجه نادي الحرس نادي تججة في صراع البقاء ضمن الكبار. نتابع. رحلة نادي تبرغ زينة الباحث عن بطولة الدوري دزويرات في إطار الجولة الرابعة من ذهاب مرحلة البلاي أوف تحمل في طياتها الكثير من أحلام مناصري الفريق، والتي سيصعب تحقيقها على الملعب البلدي بمدينة زويرات، حيث إن المضيف نادي الكدية سيكون صعبا على أرضه وبين جماهيره، وهو المتأهل إلى الربع النهائي من بطولة الكأس. وإذا ما حقق فريق الشمال الفوز على تبرغ زينة فسيشكل ذلك دفعة معنوية له في مباراة الكأس ضد نادي زمزم والمقامة في معقله بزويرات، مباريات أخرى لا تقل أهمية رغم اختلاف الطموحات، حيث سيطمح تججة إلى تأكيد البقاء عندما يواجه الحرس الباحث أيضا عن طوق النجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية، في حين ستشهد موقعة ملعب رمضان براسه بين أبناء المدينة نادي ترارزا ونادي كيهيدي المدجج بالفوز على تبرغ زينة في أرضه بركلة الترجيح والوصول إلى ربع نهائي الكأس، وهو ما سيعطيهم دفعة معنوية بمباراة ضد سبورتنج ترارزا الباحث عن فوز يحاول من خلاله النجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية قبل مباريات العودة، والتي من المتوقع انطلاقها مطلع الأسبوع القادم. فهل ستبدو معالم البطل واضحة من الجولة الأخيرة من ذهاب الدور النهائي، أم أن معالم الفرق التي ستسقط إلى دور المظالم باتت أكثر وضوحا؟ التحق مهاجم نادي جمعية سلا المغربي قراموقو موسى بالمنتخب الوطني المرابطون في معسكره التدريبي بالدار البيضاء، هذا وكان اللاعب قراموقو قد لعب أساسيا في مباراة ذهاب ضد منتخب جزر الموريشيوس في نواكشوط، كما شارك بديلا في مباراة الإياب، فيما غاب عن مباراة ذهاب ضد منتخب غينيا الاستوائية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الرئيس الموريتاني يؤدي زيارة إلى باماكو وحديث عن تصدر الأزمة المالية ملف الزيارة. الحزب الموريتاني للتجديد والوئام ينتقد قرار المنتدى الوطني مقاطعة الانتخابات الرئاسية، ويقول إنه لا يوجد مبرر مقنع لذلك. وفي الرياضة تابعتم الجولة الثانية من مباريات المرحلة الأخيرة من الدوري الوطني، تفرغ زينة يواجه الكدية والحرس يلتقي نادي تججة. لكم تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله.